كما تعلمون أيها الأخوة إن يوم عاشوراء كان يوم له جزءان، الجزء الأول جزء الرجال وتثبيت المواقف في نصرة الإمام الحسين، حيث كان هناك مسرح القتال والضرب والطعن وسفك الدماء. وبعد ظهيرة عاشوراء ابتدأ المشهد الثاني، مشهد اليتامى والسبايا، وقد أنيط دور رئيسي جدا بالجزء الثاني في نشر رسالة الإمام الحسين عليه السلام. ولولا الجزء الثاني لما وصلت لنا رسالة الإمام الحسين بكل هذا الوضوح الذي نحن عليه اليوم. جيش اليتامى الذي خلف بعد موقعة الطف لم يقف هذا الموقف، لم يقف عند ذلك الموقف، بل تنامى ولا زال يتنامى يوما بعد يوم. وأنتم تشهدون يوميا هناك جيش من اليتامى يتولد من معركة بدأت في الطف ولا زالت مستمرة إلى ظهور قائم آل محمد صلى الله عليه وسلم. فمن وحي هذه المناسبة كتبت هذه الخاطرة. كربلاء يا عالم الأمل والأسرى، كربلاء يا عالم الموت والخلود، وقفت ملقيا برأسي المثقل بأسئلة المندهش الحيران خلف قضبان نافذتك. أخشى الولوج إليك من بوابة الدخول، فلا عزيمة لملاقات الأهوال انطوت عليها جوانحي، ولا طاقة في دفع الباطل شرحت لها جوارحي. فآثرت الوقوف هناك من خلف النافذة كما هو وقوف الطفل الهلوع، وقد تجمدت عيناي على موكب اليتامى الذي اختطفت يد المجنون آباءهم فهوت لهم في صحراء هذا العالم القاسي خيمة كانت تظلهم من لسعات الدهر المستعرة وتشيع في حناياهم دفء العاطفة الميسرة. فغدت سياط الألم تتلوى على قلوبهم ونيران الفراق تشعل الأسى في عواطفهم. فقلت إني أشاطرهم يتمهم لا من جهة النسب ولكن من جهة الطريق والروح. إذ قال رسولنا الأكرم صلى الله عليه وآله: أنا وعلي أبوا هذه الأمة. نعم الأمة يتمت ساعة دفع عنها اليد الرحيمة، يد الرسول وصنوه، أن تمسك بها لئلا تظل عن جادة الحق. فاختطفتنا على حين غرة يد الغدر فغدا الطريق غير الطريق، حتى قال غادر منهم: ما تأمرت عليكم لآمر بمعروف أو أنهي عن منكر، ولكنها شهوة السلطان نادت بي فلبيت. كانت صياطهم تصب عذاباتها على تلك القلوب التي تهفو نحو مربيها الذي كان يبث فيها من أنواره القدسية ما يجعلها تؤوب إلى بارئها عن قلب راض مسلم. ولكي تستحكم حالة يتم الأمة استطالت من القوم يد التزوير، فعمدت إلى تركة الأب الروحي لتعبث بها وتصرفها عن مستحقيها، حتى قال أعتاهم: ما هو بالوحي لكنه الملك، لعبت هاشم في الملك، فلا خبر جاء ولا وحي نزل. فكان لسان هذا الماجن لسان كل اللصوص الذين سبقوه، الذين أيتموا هذه الأمة وأباحوا تراثها نهبا.
فغدت التيجان والحلل لغير أصحابها وهبا. فالصديق غير الصديق والفاروق غير الفاروق، حتى ظن فتيانها إن الشريف من سبقت له يد للسيف، يضعه فوق رقاب الناس فيأخذوا عليهم بيعته وطاعته، وأصبح دين الله لا يصاب إلا بالنزوات. نعم اختيلت أبوة الوصي كما اختيلت من ذي قبل أبوة النبي، فغدونا يتامى مقهورين تترادف على وجوهنا سياط الكبر والعتب. ولعل لليتم في كربلاء قصة تجلى فيها يتم الأمة في ساعة من النهار، حينما هوت قامة أبي عبد الله على الثرى، فغدت الأرواح من بعده بلا نور يغذيها، وأفواه القلوب فاغرة لا يد للرحمة تسقيها. ومضينا إذ ذاك ويد البطش والغيلة تنتزع النفوس الأبية من أبدانها، وتبقي النفوس الدنية في مرابطها، حتى تعالى صوت الباطل وتضاعفت أصداؤه عبر فضاءات الزمن، لا تبقوا لأهل هذا البيت من باقيه. فأحرقت خيام الرحمة التي نصبها الله لعباده، وقاية من ريح الضلال وملجأ إلى فيض الجمال والجلال. فهاجت الأمة وماجت في بيداء التيه والضياع، فتهاوت عليها الأمم كتهاوي الجياع إلى القصار. فعندها زلزلت الإرادات وأخرجت المكنونات، حتى عمل بالمحذورات وكانت الأهواء هن المرجوات. نصبت بالحق مقاصد عند كل الطرقات، وغدت بقاعنا كلها كربلاء وأيامنا كلها عاشورا، ويتامانا غصت بهم كل بيداء. فيا أيها الرأس المحمول على القناة، لا زلت ترسل ناظريك نحو السبايا والأيتام في كل البقاع، إليك استغاثتنا، فإن الجم الغفير من يتامانا قد ضاع، ولا زال شمر الخنا ظاعنا بموكب سبايانا، ولا زالت أراملنا على هزل النوق تلتاع. فانزل على القنا منهم ثقل الجبال لينوقوا بحمل الرأس منك، كي لا تستبد بنا الأوجاع. ودر عينيك ناحية اليتامى في أيامنا هذه، فإن زينب قد أعياها فقدهم وراعها نهش السباع، وطال انتظارنا في التيه، ولا كمثل موسى من هو فينا يبث إلينا من أنواره شعاع. فحبسنا أنفاسنا وأرسلنا طلائع أبصارنا إلى قارعة الطريق، لعل لمهديكم خبرا يذاع، علنا نحظى بمحياه فيجلو عن نفوس اليتامى قهر المتكبرين وسطوة الغاغين، ويكسر منهم شوكة الطاغين، بيد أنه فينا لا تهتدي إليه منا إلا بصائر نقت وطوية طهرت. فإليك أيها الغائب الحاضر مطمح أبصارنا ومهوى قلوبنا، راجين من الله أن يوقف بك نسف جرح كربلاء الذي لا زالت إلى اليوم مضاضعه تدميه، لتكون دواءه الذي يشفيه وغماده الذي يقيه. وصلوا على محمد وآل محمد. والآن أيها الأخوة، مع المنبر الحسيني ومع الآخر.